السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله إحنا هنستنتج مع بعض السايد فيو بتاع المسقطين دول. هو مديك الفيجن ومديك بلان، وعايز نستنتج السايد فيو ونعمل قطعات. إحنا هنعمل واحدة واحدة الكلام ده دلوقتي بالورقة والقلم، تمام؟ بس الأول زي ما اتفقنا لازم نفهم الأيزومتريك بتاعنا ونعرف المسقطين دول هيدونا مجسم شكله عامل إزاي. واحدة واحدة، منصعبش الدنيا علينا، ونبدأ واحدة واحدة نبص بعينينا في المجسم ونشوف الفيجن هو مديهولنا نظامه ايه وايه التشدكم لها، ونحاول نفهم الجسم واحدة واحدة. لأن انت لو فضلت تعمل كل مرة كده في رسمة سيكشن واجب، هتوصل على نهاية الترم تعرف تتخيل. ده اللي هيخليك تعرف تتخيل، ان انت يبقى قدامك المجسم وتبدأ تفهم منه ازاي تستنتج المسقط التالت، وتفهم لما تعمل قطعات هتمشي ازاي القطعات بتاعتك على الايزومتريك وتطبق على طول مباشر. دي حاجه كويسه. وهنبدا برضه دلوقتي نستنتج المسقط التالت من غير ما نقدر نتخيل، يعني لو انت مش عارف تتخيل ان شاء الله نعرف نستنتج المسقط التالت برضه. بس انا مش عايز كده، انا عايزك تبقى فاهم انت هترسم المسقط التالت عامل ازاي، وترسم الايزومتريك اللي تتخيله، وتنقل الابعاد بالطريقه اللي احنا هنشتغل بيها بدون تخيل برضه. يعني انت بتنقل حاجتين، انت هنستخدم الطريقه اللي احنا هنرسم بيها دلوقتي. طيب حلو. اول حاجه المقسم بتاعنا زي ما انت شايف اهو عباره عن قاعده، قاعده كبيره اهيت الشكل ده كده، تمام؟ قاعدة اهيت، هو رسمها على الفيجن الصوري ده. قاعدة كده جايب شاطفة من هنا كده بزاوية 60 درجة، تمام؟ وعامل لك زي ما انت شايف في صورة طالع من هنا كده باين اهو، وصورة نازل من تحت كده ان هي الاسطوانة دي. طب انت عرفت منها يا باشمهندس انها اسطوانة؟ ما انا لقيت اسقاط المستطيل ده دايرة تحت كده، بالتالي انا عرفت انها اسطوانه. هي باينه من فوق، من بنان من فوق دايره، تمام؟ ولما جيت بصيت من الفيجن لقيتها مستطيل ونازل بالشكل ده، فعرفت ان هي اسطوانه في قلب الجسم. وعرفت انها في نص الجسم منين؟ برضه من البناء. ما هو في البناء دايره عندك في نص الجسم اهي. بص بص، عرفت ان دي اسطوانه وفي نص الجسم بكل بساطه. طيب حلو. طيب هو ليه مكمل لك الاسطوانه داش هنا كده؟ ما طبيعي جدا، ما هو انت اصلا في عندك داشات تانية لازم نفهمها. هو عندك داش هنا اهو كده 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 مكمل اهو زي ما انا ماشي معاك بالماوس، داش داش داش. الداش ده باين عندك مستطيل هنا اهو. لما اجي اشوف اسقاطه تحت هلاقيه الشكل ده كده، الشكل ده. طب خلاص، مش هو ظاهر هنا بشكل اصلي في البلان؟ اذا هنا ظاهر مستطيل داش اهو، هذا في السايد فيو برضه مستطيل. طيب حلو، انا ما دام شفت داش في الفيجن من هنا كده، انا تلقائي اعرف واترجم ان ده حاجه منحوته في نص الجسم. ولما اشوف اسقاطه تحت في البلان هشوف شكلها، هي منحوته على المشاهد. وفعلا انا ببص من هنا كده لقيت في داش كده. طيب لما تيجي تبص من البلان من فوق هتلاقي الداش هو اسقاطه الشكل ده كده، الشكل ده كده جوه متحدد بورانج دلوقتي ده، تمام؟ واخد بالك؟ هو الشكل ده كده فعلا من البلان اهو، ونازل بعمق قد في الجسم. لما خدت سكوب بالمسطره فوق لقيت الداش نازل لحد هنا كده، نازل 15 في الجسم بتاعي. فلازم ابقى فاهم الكلام ده كويس، تمام؟ وهو طبعا بالتالي وانت باصص من هنا كده من الفيجن، انت فعلا اول ما الاسطوانه تبدا تنزل في الفراغ ده كده مش هتبقى شايف. فعشان كده هو رسم لك الاسطوانه داش من هنا كده، الشكل ده كده لحد ما وقفت عند الفراغ الجسم بتاعك هنا كده، تمام؟ وعندك من الجسم ده لحد القاعده اهوت 15. يعني انت عندك ده جسم صوبي، ده كوماتو ومشي ده بنزل، ده جسم الجسم نفسه. عشان كده المصطلح ما كملتش في داش، لان هو بيقول لك ده جسم. طيب حلو، بعد كده عامل لك هنا صوب اهوت زي ما انت شايف، بيقول لك بار 9 ده صوب. عرفت ان هو صوب معدي لحد اخر الجسم منين؟ لما انا خدت بالمسطره بتاعت اسقاط الخط كده، اخر بدايه الدايره بتاعتك خدتها من هنا، بص لقيت اسقاط خط من اول الجسم لحد اخر الجسم. ولما خدت نهايه الدايره لقيت نفس الكلام، اسقاط خط من اول الجسم لحد اخر الجسم. فعرفت ان ده ثقب نفاذ معدي لحد الاخر، باين من فوق ثقب اهوت ومعدي لحد الاخر. ونفس الكلام ثقب ومتركب فيه منحوت فيه مربع برضه لحد الاخر. لما شفت اسقاط المربع جوه عرض 6 ده لقيته برضه داش كده من اوله لحد الاخر، من الاول لحد الاخر بالشكل ده. يبقى ده ثقب من فوق اهوت ومشطوب في حته مربع برضه لحد الاخر نازله معاه. لازم ابدا افهم تفصيله تفصيله في الجسم، تمام؟ مش ارسم وخلاص. طيب بعد كده ببص لقيت شكل من هنا كده عامل شبه البيضاوي من هنا. ما دام ظهر هنا بيضاوي يبقى اذا هنا مستطيل، يبقى اذا في السايد فيو مستطيل، تمام؟ يبقى انت عندك شكله بيضاوي، بجيب بدايته ونهايته، بشوف اسقاطه ايه فوق في الفيجن، هلاقيه مستطيل هنا كده. خلاص، يبقى انا عرفت ان ده شكله بيضاوي منحوت في الجسم من فوق
من اول القاعده لحد اخر القاعده. وفعلا بص كده، مش هو في البدايه بانجك هنا اهوت، في البدايه اهوت شكله بيضاء اهو، وفعلا لحد اخر القاعده تحت اهو. وعرفت منين ان المستطيل الجزيئي عندي في الفيجن عندك هنا كده مستطيل لحد اخر الجسم، عرفت ان هو شكله بيضاء من هنا ومنحوت لحد اخر الجسم الاسود ده، نبدا نرسم مع بعض ونطمن. بعد كده عندك ادي ثقب وادي ثقب، انا شايف من فوق ان في ثقبين. طب انا عايز اعرف الثقبين دول عمقهم قد ايه في الجسم، بروح اجيب اسكات من فوق هلاقي الداش ده كده. لما خدت اسكات بمستوى الثقب ده والتاني اخوه على نفس المستوى، بالتالي لقيت الداش من اول الجسم لحد اخر الجسم، الداش من اول هنا لحد اخر هنا، بالتالي انا عرفت ان ده ثقب وموقعه في المنطقه دي بالظبط كده، اللي هو على بينهم الاثنين وبين بعض 40 من السنتر يعني 20 او 20 هنا، وثقب كانك خرمت بالشنيور لحد اخر الجسم. يبقى احنا ببساطه الجسم بتاعنا بسيط اهو، عباره عن قاعده انت عملتها مخاضه، جيت قمت جاي محفر فيها الشكل ده كده من فوق، ورحت جاي عامل اسطوانه محميها من هنا كده الحته ديت، وقمت جاي من تحت لحم اسطوانه كده، وخرم الاسطوانه من النص، وبنفس الخرم اللي انت حرمته عملت برضه مستطيل هنا كده في الخرم. طب حلو كده. بعد كده جيت عملت من هنا ثقب وثقب فراغ، بعد كده بيضاوي بالشكل ده لحد اخر الجسم، انت جنحت الكلام ده وخرمته. نبدا نرسم مع بعض واحده واحده، وهعلمك ازاي ترسم عزومتك زي ده كمان مسقطين. يلا بينا نطبق مع بعض. تعالى هنا بقى نفهم مع بعض كده الاول المطلوبات مننا، ونفهم الرسم ونبدا نطبق مع الشاور، عشان برضه انت بتذاكر من المذكره تبقى انت عارف رايح فين وجاي منين. انا عملت المجسمات ده الهدف انك تقعد تذاكرها وتدقق بعينك فيها وتبص وتشوف انت بتعمل ايه واقعي، وتربط الاجزاء الحقيقيه كده بالرسم، بحيث ان انت تقدر تتخيل بعد كده. ده هدفي، هدفي ان انا اعلمك رسم مش انك تنجح في امتحانه بس. طب حلو. فهو بيقول لك ان انت فور ذا جيفن فيو اوف ميكانيكال انجمنت، بيقول لك ان ده عنصر ميكانيكي. طيب تمام. وبعدين بيقول لك درون سيكشنال ريفيجن بي بي، اروح اشوف بي بي فين على المسقطين اللي هو مديهم لك، ومديك المسقطين دلوقتي كده تمام. فاروح عند البلان لقيته عامل لي بي بي هنا، يبقى هو دخل من البلان من فوق لحد الاخر. وبعد كده بيقول لك شوف انت هتشوف ايه في الريفيجن وبرسم لي بقى. تمام. فعلا ده الجسم بتاعك اهوت، ده الريفيجن بتاعك اهوت. يعني جينا عندك اخضر اهوت، دي الاجزاء اللي انت راسمها داش هنا اهي كلها اهي. وبعد كده بعد ما قطعت من النص ده الشكل اللي انت هتشوفه قدامك وهتبدا ترسمه. فلازم تتخيل ان انت لما تنزل بالمنشار هنا في السمك ده هيبان عندك السمك بتاع السمك اهو، بعد كده الجسم من تحت هيبدا يبان، وحتى التفاصيل الداشات اللي انت كنت ايه مش شايفها كلها هتبدا تشوفها دلوقتي. الشكل البيضاوي هيبدا يظهر معاك اهو، كل ده هيتقشر عشان ده جسم بالشكل ده، وده الشكل بعد القطاع على طول مباشر. بس هنا في تركايه، بس ان راسم الرسمه محدد ان الاسطوانه وقفت هنا عند القاعده والداش ما كملش، صح؟ انا بقى جيت لما انا حبيت اقسمها على البرنامج خليت الاسطوانه جزء كامل على بعضه، تمام، جزء كامل على بعضه اهو، وان الجسم يقف عندها، يعني الاسطوانه دي حته واحده، ان صنع الجسم ده الفيجن ده يدوم ان الاسطوانه جزئين، جزء من فوق لحد هنا وجزء تاني من تحت لحد هنا. انا بقى عملت انا الاسطوانه كلها جزء واحد، ليه؟ عشان اعلمك انت ممكن عادي تكمل الداش هنا كده لحد الاخر كده لحد ما تقابل مع السويد ده براحتك، بس هتعمل لي اسقاط نفس الاسطوانه دي في السايد فيو الداش كامل. طب انت لو حابب تعمل نفس الرسم زي ما احنا هنطبق دلوقتي مع بعض مفيش مشكله، هتمسح الداش من هنا والداش من هنا، ونفس الوقت برضه لما تيجي تعمل هنا في السايد فيو هتمسح الداش من هنا والداش من هنا. تمام. طب هوضح الكلام ده، انا برسم معاك ما تقلقش. ده الشكل عندك بعد القطاع عشان تذاكر بعينك بعد كده. طيب ده السايد فيو استنتجناه اهوت، تبدا انت تفهم ازاي وتذاكر وازاي استنتجته برضه من المذكره تكون مبسوطه بالمسلسلات بتاعتك. ده هو جه برضه قال لك عايز سيكشن سايد فيو ات ايه، خلاص اروح اشوف ايه ايه فين عند الديفيجن، هو داخل من الديفيجن كده ايه ايه داخل من المنطقه دي كده. بص ده السايد فيو عندك قبل القطاع اهوت، الشكل ده هنا كده اهو قبل القطاع اهو السايد فيو المصفر ده. بعد كده هو قطع من ايه ايه من عند الاسطوانه من هنا كده نص من هنا كده، خلاص اهو ده القطاع بعد الاسطوانه ده اللي انت هتشوفه. وبرضه حاول يبقى عندك سنس تخيل كده، انت لما تقطع الدنيا هتمشي معاك ازاي، وسنس التخيل ده هتجيبه من المذكره دي، يعني مش من خيالك من اول مره، لا طبيعي ان انت لازم تذاكر الجسم بتاعك عشان بعد كده تقدر تتخيل. طيب ده بكون ببساطه عشان انت بتذاكر المذكره تبقى انت عارف انت رايح فين وجاي منين. هنبدا دلوقتي بقى نرسم مع بعض. طيب هنبدا بقى دلوقتي واحده واحده نستنتج. اول حاجه هنمسك القاعده الكبيره نستنتجها، اللي هي القاعده دي كده الصوره دي كده. انا بكون بس لو قلت لك انت هتجيب بدايتك كده وتنزل تحت هتلاقي الخط ده كده، وهتجيب نهايتها وتنزل تلاقي اخر حته في الدايره، ففهمت ان القاعده دي شكلها تحت بالشكل ده كده.
فما دام شكلها كده يعني بانت بشكل دايره كده او نصف دايره، يبقى هنا هتبان مستطيل. ما هو مستطيل شكله معين، هنا مستطيل. طب حلو، هتروح جاي رايح. احنا شفت القاعده اللي هي رقم 5 اللي كنا اتكلمنا فيها، قلت لك اي شكل فيه زوايا كتير بنقل مستطيل كبير وابدا اقسم مستطيل كبير ومستطيلات صغيره، هنستخدم القاعده دلوقتي مع بعض. خلاص هو جاي لنا المستطيل الكبير بتاع الشكل، همسك الشكل ده كده، هجيب بدايه ونهايه ومد خط، نهايه ومد خط. طيب سواء مستطيل بتاع خلاف مستطيل بس ده كده، ابدا بقى اقسم مستطيلات صغيره عن طريق الزوايا. بص يا نجم، مش ده اول زاويه عندك انطبقت على القاعده اللي انت، طيب مش دي تاني زاويه عندك هتبقى منطبقه على الزاويه دي، هيبقوا زاويه واحده هنا كده بكل بساطة. طيب شفت الزاوية اللي تحت؟ ما هو الخط اللي انت لقيته كده، مفيش زاوية تانية كده، احنا استنتجنا الشكل ده كده هنا استنتاجات. طيب ممكن نبدأ نمسك مثلا وليكن نبدأ نمسك مثلا الاسطوانة ده، بس قبل ما نمسك الاسطوانة تعالى يعني قبل ما نمسك الدايرة دي تعالى نبدأ نمسك الشكل ده. شفت الشكل ده كده؟ تعالى نستنتجه هنا. مش هو ظهر عندك هنا بشكل معين؟ لما اجي اجيب بدايته ونهايته عشان اشوف اسقاطه ايه فوق، لو جبت بدايته كده وطلعته من المثلث هلاقي اسقاطه خط الدش ده هنا كده. شفت خط الدش ده كده؟ نهايته المفروض خط الدش هنا كده. مسح ده كده مش معنى نهايته هتلاقي خط الدش كده. فانا عرفت ان انا ناحيه في الجسم بتاعي بالشكل ده على عمق العمق ده كده. خلاص؟ طب مش هو ظهر هنا مستطيل داش؟ خلاص، وظهر هنا بشكل يبان هذا هو المستطيلات، سهل. ارتفاعه في الريفيجن نفس ارتفاعه في السايد فيو، فانا راح اجيب ده المستطيل الداش بتاعك هنا، انا بمشي بالقلم ده كده. خلاص هروح اجيب بدايته ونهايته والاقيه هنا كده. دي البدايه ودي النهايه. بس لما تيجي تنقل النهايه تنقلها داش، ليه؟ هقول لك. مش وانت باصص من هنا وبترسم السايد فيو مش الجدار ده مقطع بالمستطيل اللي انت بتنقله هنا؟ فطبعا هتنقله داش. خلاص؟ طيب انا رسمت المستطيل الكبير، اعتبر ده المستطيل الكبير بتاع الشكل، عايز اقسمه المستطيلات صغيره عن طريق الزوايا. خلاص مش ده الشكل بتاعك؟ اول زاويه كانت الخط، اول زاويه بقى اجيب نفس الشكل بتاعك اهو. مش انا لقيت ارتفاعه من الريفيجن؟ طب انا عايز اجيب عرضه، ترجع تجيب عرضه منين؟ من البدايه. خلاص بجيب بدايته ونهايته جاي رايح كده، خط 45 مقفل لي عرض الشكل بتاعك الأول. أنا كده بفرم مستطيل كبير، سوري أنا كده بفرم مستطيل كبير. نمسح الزيادات دي كده، أنا كده جبت المستطيل الكبير تمام أهو. ارتفاع نفس الارتفاع، العرض بتاع المستطيل الكبير جبته من ارتفاع الشكل في البلان كده. طيب اقسم مستطيلات صغيره عن طريق الزوايا، مش دي اول زاويه عندك اهي ودي ثاني زاويه، الزاويه دي والزاويه دي، فالنجوم يا باشا هنا. خلاص هجيب خط 45 كده، نعمل دي ونعمل دي كده. طيب الشكل ده كده، احنا عندنا مستطيل كبير وقسمناه مستطيل صغير وقسمناه مستطيلات صغيره، او حاجه تاكل مستطيل كبير بعد كده قسمته لك مستطيلات صغيره عن طريق الزوايا في الشكل ده تحت. خلاص طيب حلو كده، احنا استنتجنا كمان الشكل ده. طب تعالى نستنتج ان اللهم صل على حبيبك النبي، نقدر نستنتج دلوقتي الاسطوانه دي. الاسطوانه دي احنا نعتبرها جزئين، جزء فوق اهوت الجزء ده كده وجزء تحت اهو. لو استنتجنا الجزء اللي تحت هنا سهل، هتجيب بدايته ونهايته، بدايته هتبقى الخط ده، نهايته هتبقى الخط ده، هو المستطيل ده كده. خلاص؟ ارتفاع المستطيل في الريفيجن نفس ارتفاع السايد فيو، طب انا عايز اجيب عرضه في السايد فيو، انا خلاص عرفت ان هو هيكون ارتفاعه من الخط ده للخط ده، طب عايز اجيب عرضه، ترجع تشوف الاسقاط المستطيل ده الدايره اللي تحت هنا اهي بالشكل ده كده، وتجيب لي بدايتها ونهايتها وتنقلهم لي هنا ايه بالشكل ده كده. انا ليه بعمل كده؟ بعمل كده عشان احدد عرض المربع. شوف المربع ده انا نقلته هنا،
تستحملش الزيادات بقى. يبقى انا عايزك تفهمه، المستطيل ده بان هنا دايره، يبقى يبان هنا مستطيل، خلاص هي نفس الارتفاع اهو. طب العرض رحت جبته من الدايره من بلان تاني، في مشكله؟ طيب تعالى بقى نفس الاسطوانه ده اهي، اتكعبها فوق بقى انك تجيب الجزء التاني بتاعها اللي هو ده كده. ابص لقيت اسقاط تحت دايره، هنا ظهرت مستطيل اهو زي ما انا ماشي بالقلم كده، اذا هتظهر هنا مستطيل. طيب هجيب بدايه تعادي ونهايتها هنا اهي، نهايتها لحد ما خبطت في الفراغ اللي انا كنت نحته تحت ده، وتروح جاي بدايتها هيبقى من فراغ الدش ده كده. طب نهايتها من فوق لحد الخط اللي فوق ده كده، في مشكله؟ يبقى انا كده عرفت الرينج بتاعها كارتفاع هيبقى من الخط ده لحد الدش ده كده. طب العرض ترجع تجيبه من الدايره دي كده، هو نفس العرض ده كده، هما الاثنين واحد. بالتالي اروح كده ادي الصوت ليش دي انا نقلتها صورت، عشان وانا باصص من هنا شايف الخط ده فنقلتها صورت هنا. نفس الكلام الاسطوانه دي متقسمه جزئين، جزء صورت وجزء داش، وانا باصص من هنا شايف الجزء الصورت فنقلت الجزء اللي فوق الصورت. طب الحته الداش اللي تحت دي، ما هو انا باصص من هنا الجدار ده اهو مغطي على الحته الداش دي، فبالتالي نقلت تكمله الاسطوانه تحت هنا برضه داش. حد كده مفيش مشكله. كده احنا نقلنا الشكل ده ونقلنا الدائرة الكبيرة ونقلنا الشكل الكبير. طب تعالى ننقل، اللهم صل على حبيبك النبي، تعالى ننقل الشكل ده. شفت الشكل ده كده؟ الشكل ده كده كده كده. هنعتبر ده شكل وجه زوايا، مش هعتبره دائرة ولا هعتبره ثقب، انا هعتبره شكل كامل على بعضه بالشكل ده كده. بص كده اهو، مش عارف القلم هيجيب الحتة دي ولا لا، انا هعتبره شكل عامل كده ماشي. هسهل، هتجيب بدايته ونهايته، هنلاقي مستطيل كبير وبعد كده نقسمه مستطيلات صغيرة. طيب اول حاجه الشكل ده اهو كده على بعضه كده، بدايته ونهايته لما اجي اطلع بخط داش هتلاقي ده بدايته وهتلاقي ده نهايته كده، هتلاقيه ماسك من اول الجسم لحد اخر الجسم. ما هو ارتفاعه في الريفيجن نفس ارتفاعه في السايد فيو، فانا كده عرفت ان هو ماسك من اول هنا لحد هنا، صح؟ صح. طيب عرضه بقى تجيب بدايته ونهايته بالنسبه لارتفاعه في البلان وتروح تحطه عرض فين؟ في السايد فيو. خلاص يا باشا هتروح انت جايب اول حته فيها واخر حته فيها ايه؟ ادي نقطه وادي نقطه. خلاص نبدا بقى ننهم فوق في البلان. يا بالظبط بالظبط في المنطقه دي كده. احنا مستطيل كبير وقسم مستطيل صغيرة عن طريق الزوايا بتاعت الشكل ده. دي نهايته من على الشمال. نحط كده بالظبط. لاحظ انا كده عملت مستطيل كبير اهو. طب الزوايا بقى اللي عندك، ما عندكش الا الزاويه دي اهي، خلاص انقلها يا باشا الشكل ده كده ماشي. الزاويه جت بالظبط كده هنا، اتمنى تكون واخد بالك من الموضوع ده. انا كنت عملته، جيت مسكت الشكل ده وجبت بدايته ونهايته، عملته مستطيل اللي هو الخط ده كده والخط ده كده لحد فوق. بعد كده عن طريق الزاويه ده قمت كان هنا خط داش. طب انا جاي عملت الشكل كله داش، يعني انا فعلا مش شايف ان عندك جدار اتنين تلاته مغطي عليه، ومن فوق الجدار ده اهو والجدار ده اهو والجدار ده مغطي عليه، وهو اصلا داش هنا. طيب انا بس باخد من هنا هيتقنعك داش هنا. طيب كده احنا خلصنا كل الشكل من هنا. طب تعالى بقى انت عندك هنا مفيش غير شكل بيضاوي اهو، الشكل البيضاوي ده ظهر هنا بيضاوي، هنا ظهر مستطيل لما خدت اسقاطه الشكل ده كده، لقيته هنا مستطيل يبقى هيظهر هنا مستطيل. طب ارتفاعه في السايد فيو نفس ارتفاعه في الريفيجن، اجيب بدايه ونهايه، هلاقي ان بدايته مستطيل من الخط ده ونهايته من الخط اللي تحت. طيب عرض بقى العرض الداش بتاعك اللي هيبقى هنا، هتروح جاي جايب بدايته بيضاوي ونهايته بيضاوي وطلع عرضه كده. نفس الكلام الدوائر، مش هيظهرت هنا دايره، لما اشيل اسقاط هنا هلاقي اسقاط هنا ايه الشكل ده الداش ده كده مستطيل، والدايرتين دول برضه اسقاطهم مستطيل هنا، صح؟ بس في حاجه انا عايز انبه عليك فيها،
احنا ولا هننقل البيضاوي ولا هننقل الدايره ماسكه الطريقه، لان هو طالب قطاع في المنطقه دي كده. مش انت لما تقطع في المنطقه دي انت هل هتش انت هت بعد القطاع، مش احنا اتفقنا انت ما بترسمش داشات لو انت موجود عندك اجزاء هنا كده ورا مخفيه ما بترسمهاش. فبالتالي انا لما اقطع في المنطقه دي انا ولا هعدي على الصوبين، انا قطعت هنا كده ولا هعدي على الصوبين ولا هعدي على البيضاوي، وبالتالي هم هيبقوا موجودين ورا ده زي ما موجود عندك في المذكره. فانا مش هرسم لان انا كده همسحهم، انت فاهم يعني. انا دلوقتي البيضاوي والدايرتين دولت انا قطعت في المنطقه دي، فمش هبقى شايفهم، هيبقوا داش كده كده بعد القطاع، وانا بمسح الداشات بعد القطاع، فما لهاش لازمه ان انا اروح انقلهم واقسمهم. خلاص خلصانه. طيب هنبدا دلوقتي نعمل قطاع. خلاص احنا كده خلصنا السنتاج التالت. انا اقصد ان انا ما انقلش البيضاوي والدايرتين دولت، كان كده همسحهم. نبدا نعمل قطاع راس الاول بي بي، وهتقف في نص البلاد، ده معناه انه ننزل بالمنشار من نص الجسم من فوق زي ما انا موضحها بالمذكره. طيب هنعمل القطاع كده مع بعض. انت لازم تستوعب الجسم ده كويس، لان بعض المجسمات اللي هتاخدها الفتره الجايه محتاجه منك سنس تخيل عشان تظبط صح. ده معناه ان انت دخلت لحد نص الجسم كده بالشكل ده كده، وقطعت ورسمت ما بعد القطاع، وهو هتبدا بقى تبص كده وتشوف انت شايف ايه وترسمه. اول حاجه الثقب ده هتلاقيه اختفى، لان انت قاطع في النص، الثقب ده يظهر معاك داش بعد القطاع، بالتالي انت كده هتمسحه. خد بالك من الحته عشان لما تجي تمسح الثقب. تاني حاجه انت عارف ان ده جسم القاعده فهتقشره، فخد بالك برضه عشان هقشره عمرك ان مش عدى فيه، عشان لما تجي نفسك وقفت ارجع للحته ديت بس وشوف انا الجسم بقى عامل ازاي بعد القطاع. بعد كده البيضاوي من هنا هيظهر عندك برضه زي مستطيل مياه ومش هيتقشر، لان ده فراغ المنشار ماشي فراغ في الحته دي. بعد كده هتبص تلاقي القاعده دي كلها هتقشر، بس الفراغ اللي انت نزلته هنا ده كله مش هيتقشر، هو ورا القاعده دي. شايف الفراغ ده كده ورا القاعده ده كده، انا بص من هنا كده مش هيتقشر، انا هوضحه وهتلاقي عندك داش. بص هو داش هنا قبل القطع، بس هو هيتوضح ومش هيتقشر لانه المنشار ماشيه في النص كده، تمام، ما عداش على الحيطه ديت ولا عدى هنا، المنشار ماشيه في نص الجسم من هنا كده. في الملاحظة ان هو مش نص الجسم ده، كان نص الجسم من فوق فراغ، لكن بقية الجسم من تحت كان قاعدة، فالجزء ده تجري تحت كده ده هيتقشر. بالسمك بتاع المستوانة اللي هو قاعد اورانج ده كده، السمك ده كده، شفت السمك ده كده؟ هيتقشر لحد تحت. طيب المربع ده هو اللي انا كنت عامله مستطيل، هو والدايرة اللي في النص دوت مش هيتقشروا، ليه؟ هما هيبانوا بس ده فراغ، في الملاحظة ان المنشار ماشي في هنا دي كان فراغ، فمش هيتقشر. حاول تستوعب الجسم كويس عشان دلوقتي واحنا بنقشر، تمام، تاخد بالك احنا قشرنا ايه وما قشرناش ايه وعملنا ايه وخلينا ايه. ده القطاع الكامل بتاعك، تمام. تعالى نعمل قطاع راس. اول حاجه مش انت خبطت في الخط ده، فتروح تشوف اسقاطه فوق ايه وتوضحها، هتلاقي اسقاطه الخط ده كده اهو. طب مش انت خبطت في الزاويه دي كده في الخط الداش ده كده، جوه اسقاط النقطه دي كده حط على نقطه. مش انت خبطت في الخط ده من هنا كده، فتحط على نقطه من هنا. طب مش انت خبطت في البيضاوي من هنا كده، اهو خبطت في البيضاوي، فنزل نقطه دم وتعور، فاطلع وضحها فوق اهو بكل بساطة. مش انت خبطت في بيضاوي من هنا، فنزل نقطة دم وتعور، فاطلع وضحها فوق. مش انت خبطت في الخط ده من هنا كده، المنطقة دي بالظبط كده، فشوف اسقاطه ايه فوق واطلع وضحه. طيب هو انت يعني من الاخر عندي سؤال، هل انت خبطت في الثقب ده او خبطت في الثقب ده؟ لا انا اصلا مش هبقى شايفه فمش هوضحه فوق، بالتالي من الثقب ده مش انا رميت النص ده ورميته، كان الثقب ده فيه فرميته. طب في ثقب ايوه موجود ورا بس هيبقى داش، تمام، وانا اتفقت بعد الداش بعد القطاع بمسح اي داش، بالتالي انا همسح الثقب ده كده. الثقب ده اهو همسحه بقى، همسحه عشان انا ما عدتش عليه بالمنشار، بس كده هيبقى موجود ورا داش، فانا بمسح الداشات بعد القطاع. طيب مش انا بعد ما اعدي بالمنشار في المنطقه دي مش انا هبقى شايف الزاويه دي؟ انا هبقى شايف الزاويه ده اهي، فبالتالي اروح اوضحها فوق، مش انا شايفها بعيني اهي وهي خايفه وعماله تعيط، خايفه تروح تعورها، فاطلع اوضحها. الزاويه دي اهي انا عديت بالمنشار هنا، بالتالي انا شايف الزاويه دي بعيني، فاطلع اوضحها فوق. طيب خليك ماشي، مش انت خبطت في المستوانه من هنا؟ خلاص اطلع اوضحها فوق يا نجم اهي، لقيتها كلها توضحي ده. طيب مش انت خبطت في الدايره دي من هنا كده؟ خلاص اطلع اوضحها فوق. مش انت جيت بعد ما عديت هنا في الفراغ ده كده، مش انت شايف الزاويه دي كده، انت شايفها بعينك اهي، فاطلع وضحها فوق، هي خايفه عماله تعيط، فاطلع وضحها فوق ده بسرعه. مش انت بعد ما مشيت هنا كده مش انت شايف الزاويه دي؟ فاطلع وضحها فوق. طيب مش
مش انت شايف النقطة ديت؟ مش تخبطت هنا في الدائرة من هنا فاطلع وضحها فوق. مش انت خبطت في المسطرة دي من بره من هنا كده فاطلع وضحها فوق. مش انت خبطت في الخط ده من هنا كده فاطلع وضحها فوق. مش انت خبطت هنا في الدائرة دي من هنا فاطلع وضحها فوق. بس مش انا ممكن اما اجي اقطع في الريفيجن بدل ما اخش من البرام من فوق، مش انا ممكن اخش من السايد فيو من الجنب كده؟ يعني مش انت ممكن بدل ما تخش من البرام من فوق تقعد تخش من نص السايد فيو كده؟ فاعتبر نفسك اكنك حاطط خط القطاع هنا كده وباصص الريفيجن وبترسم. مش انت خبطت هنا بالمنشار في الخط اللي فوق ده كده فتوضح لك خط اي خط افقي توضحه بقى. اه طب مش انت خبطت في الخط اللي هنا ده كده تلاقي اسقاط الخط ده كده فتروح توضحه. بس يا باشمهندس هتيجي هنا مش هتوضح لي انه يخش على الاسطوانه ليه؟ لان مفيش خط صمت بيقطع خط صمت، وانت عارف ان ده سمك الاسطوانه اللي هتقشر فيه، وعارف ان ده السمك من هنا، وعارف ان ده فراغ من الحته اللي عندك من هنا لحد هنا المنشار كان ماشي في فراغ. انت فاهمني؟ طيب هوضحك انا الكلام دلوقتي ده على البرنامج زي ما انا وضحتك على البرنامج قبل ما اقطع. تمام؟ طيب حلو. بعد كده مش انت خبطت في الداش اللي جوه هنا ده كده؟ الداش ده كان اسقاطه، كان اسقاطه الفراغ ده كده اهو توضحه كده. ماشي؟ مش هينفع برضه اكمل الداش اللي انا اوضحه ليه؟ عشان ما ينفعش خط سوليد يخبط في خط سوليد، فالداش اللي ده كده هيتمسح كده مش لازم اصلا. طيب مش انت جيت خبطت في الخط ده فهتيجي توضحه هنا كده. مش انت جيت خبطت في الخط ده فهتيجي توضحه كده. تاني انت كده وضحت الشكل بتاع الكوب. انت هتبدأ بقى من هنا تشوف المنشار بتاعك ماشية في ايه وتقشر. حلو الكلام؟ حلو طبعا. طيب اول حاجة مش المنشار بتاعك ماشي من اول هنا لحد ما بدأ يخبط في بيضاوي؟ مش كون ده كان جسم وانت عارف ان البيضاوي هنا فراغ، بالتالي هقشر الحتة دي بس مش هقشر البيضاوي بالشكل ده كده. بعد كده انت عارف ان من اول هنا لحد هنا مش المنطقه اللي ماشيه فيها دي، مش انت عارف ان ده جسم الحته دي كده؟ وبعد كده انت عارف ان الشكل ده هو اصلا ده كان عباره عن الفراغ اللي هو الحته دي كده، الحته دي كده الفراغ بتاع الحته دي كده، والجسم بتاعك ماشيه في المنطقه دي كده، يعني المنشار بتاعك ماشيه في المنطقه ديت في فراغ ان هو، مش انت عارف كده؟ مش اتفقنا في الاول انا وانت مع بعض ان الشكل ده كده ده كان فراغ نازل في الجسم لحد تحت هنا كده؟ بالتالي من اول هنا لحد هنا في المنطقه دي بس ده فراغ المنشار ماشي فيه فمش هيتقشر، لكن انا شايفه بعيني اهو، شايفه بعيني اهو بعد انقطاع، بالتالي هيتقشر الجسم بتاعك القاعده من هنا بس. واوضح لك انا الكلام ده كويس على البرنامج يا ابن، يا ابن ما اقطع معاك هتشوفني يا ابن، يا ابن ما اقطع معاك يا اما دلوقتي في الوقت الحالي ده كده أوضحك على البرنامج يعني. طيب تعال، مش انت لما خبطت من هنا لحد هنا مش ده كان سمك الاسطوانه وده كان سمك الاسطوانه؟ ان هو السمك ده كده والسمك ده كده والسمك ده كده والسمك ده كده فلازم يتقشروا، لكن ان في النص ده فراغ فمش هيتقشر، بالتالي خط السوليد ده هيبدأ يتمسح عشان التقشير ما بيقطعش خط السوليد. اعتبرني مسحته، انا بقشر دلوقتي الاسطوانة، سمك الاسطوانة على الطرف. انا قشرت سمك الاسطوانة لان المنشار ماشية فيه. انت لو بصيت في المذكرة هتفهم كويس انا المفروض كنت اقشر وما اقشرش ايه. طب حلو الكلام. هنبدأ بقى دلوقتي نقطع في السايد فيو. مش هو محدد القطع بتاعك في السايد فيو؟ انا قطع عند ايه دي؟ هي دي كده، هي دي كده. جميل جدا. هو بقى يقصد ايه؟ ايه ديت اللي عند المستوى من هنا كده، يعني بمعنى اصح المنطقه دي كده. فاحنا هنعمله القطاع كده ونفهمه في اول ما نعمل كويس من القطاع عشان نقطع صح ونتعلم بجد.
هتبص تلاقي نفسك كده داخل 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 تشيل كل حتة اللي انت قطعتها دي وترميها بالشكل ده كده، وتبدأ تبص. احنا قطعنا بص لحد المستوانة جوه كام حتتك، ايه هنا كده، ايه كده، ايه هنا كده. فبيقولك انت قطعت الجزء اللي ورا السهم ده ورميته، فعلا احنا رميناه فعلا، البرنامج رماه. وبنبص بعينينا بقى ونبدأ نشوف احنا شايفين ايه ونرسم مطرح البنفسجي ده هيتحط تقشير. بص كده هبدأ أبص ألاقي نفسي، مش أنت مشيت في سمك القاعدة ده كده فهيتقشر، حلو الكلام. وسمك الأسطوانة ده هيتقشر، هيدخل من هنا شوية ومن هنا رفيع شوية. ليه؟ لأن أنت ما تنساش إن أنت كنت واكل حتة مستطيل هنا كده، تمام؟ في اللحظة إن المنشار ماشي فيها هنا كده، أنت هتبقى شايف المستطيل ده كده لكن مش هتقشره جوه الحتة دي كده. خلي بالك كويس، أنا ليه ما قشرتش الحتة دي؟ ليه؟ لأن في اللحظة إن المنشار ماشي فيها من النص هنا كده كان ده فراغ، مستطيل فراغ. طيب هو تلاقي وقت من جزء من الأسطوانة كده، عشان كده نص الأسطوانة هنا هيتقشر ونص مش هيتقشر. لو انت لاحظت كان المربع ده هو ورا المستوانه مباشر، فالمفروض ان هو يترسم ده شويه ورا المستوانه، بس احنا بعد القطع ما بنرسمش ده شات. فخلينا بالك عشان احنا هنرسم، هنمسح المربع اللي ورا ده كده اللي هو الاورنج ده كده. نفس الكلام برضه، هنمسح الثقب ده وهنمسح الثقب ده وهنمسح البداوي ان انا اصلا ما رسمتهمش، انت فاهمني؟ انا ما رسمتهمش لما قلت لك، عشان كده انا همسحهم بعد القطع. ففكك منهم وكفهم، لازم تبقى مستوعب انت ان انت مش هترسمه بعد القطع عشان ما تضيعش وقت فيه. طيب لما تيجي تبص كده برضه هتلاقي ان انت ظاهر عندك مستطيل هنا ومستطيل هنا مش هيتقشروا. ليه؟ لان هما ده كان فراغ زي ما انت شايف طويل كده في المنطقه دي، وعرفت منين ان ده فراغ هنا كده في الحته دي كده اهو من الفيجن اهو، ده زنجك داش هنا كده ومكمل كده، فده فراغ. والاسقاط بتاعه الشكل ده من فوق جوه، ان انا بص من فوق هنا كده فعرفت ان ده فراغ نازل بعمق 15، هيبقى موجود ورا الاسطوانه، المنشار مش هيعدي عليه فمش هيقشره المربعات دي. في نفس الوقت يا عم خليك، مش المنشار ماشي في المنطقه دي، مش المربع ده اهو كان اسقاط الخط ده كده اتنقل فوق كده في السايد فيو، بالتالي المنشار ما عداش عليه، لكن انت شايفه بعد ما قطعت من هنا وانت عارف ان ده فراغ، انت الحته دي كده فراغ كده نازل بعمق الجدار ده برضه بتاع جوه عمق كده كده. طيب يبقى انا عرفت ان المربع ده والمربع ده مش هيتقشروا، لكن هيفضلوا معاك في السايد فيو مرسومين. ونفس الكلام المربع اللي ورا والمربع ده جوه القاعده اللي هي الحته اللي ورا دي كده هتبقى باينه معاك، مش هيبقى متغطي منها الحته الا بس الحته بتاعت الاسطوانه بس، لكن من اليمين مع الشمال موجوده. فتاخد بالك كويس عشان واحنا بنقطع دلوقتي تبقى مدرك معانا اللي هيحصل، وده اهم حاجه انك ما تشوفش الرسم ده حاجه عجيبه، لان دي حاجه واقعيه قدامك. وانت لما تبص في المذكره كويس هتقدر تفهم وتستوعب احنا بنعمل ايه، يعني لو المذكره في ايدك وانت بتتفرج على الفيديو. يلا ننفذ. ماشي، مش انت اول حاجه خبطت هنا في الخط ده من هنا كده فتروح توضحه كده، مش انت خبطت في، مش ده كان خط كامل قاعده هنا كده وانت خبطت في المنطقه دي كده فتطلع ايه توضحه هنا كده. طيب مش انت خبطت في، مش ده كان خط داش متكمل معاك هنا كده وانت خبطت فيه فالمفروض توضحه هنا كده. طيب مش انت جيت خبطت في الخط ده كده فتروح توضحه هنا كده، مش انت جيت خبطت في الخط ده من هنا كده فتروح توضحه كده. طب حلو، ان الخط القطاع بتاعك ده حطه تحت هنا برضو عادي المنطقه دي كده مثلا، هتلاقي نفسك مش انت خبطت في الخط ده ففي خط 45 كده اهو تروح توضحه كده. طيب مش انت خبطت في الخط ده كده فلما تيجي نيجي في خط 45 هتلاقيه جاي معاك على النقطة دي كده فتروح توضحه كده، هتلاقيه الحتة دي كده. سوري، المفروض الخط الدش ده كده كان يتمسح من هنا كده، ده مش تكملته هنا، ده كان يتمسح، دي كانت زيادة. مش انت خبطت في الاسطوانه دي من هنا كده فلما تيجي تنقلها هتلاقي الاسطوانه بتاعتك كده، الاسطوانه دي تمام. بالتالي ما دام خط سوق قطع خط سوق هتمسح الداخلي بتاع الاسطوانه، يعني ده سمك الاسطوانه وده هيتشاف معاك ما انت عديت على الاسطوانه. طيب تيجي بعد كده مش انت خبطت في الحته جوه الخط ده كده انا كنت ناوي ده كده من اول من بدايه للنهايه الخط بتاع العلامه دي، لما تيجي تنقل الاسقاط هتلاقي معاك الخط ده كده، بالتالي هيتوضح كده. ماشي، تيجي مش انت بعد ما عديت بالمنشار مش انت شايف الزاويه دي بعينك من هنا كده، بالتالي هتروح توضحها هنا كده هتلاقي الخط ده كده. مش انت خبطت في الدايره دي من هنا كده فهتروح توضحها من هنا كده، لما تيجي تنقل بخط 5 هتلاقي الخط ده كده. مش انت خبطت في المستوى دي من الاخر فهتروح توضحها كده بالشكل ده كده. مش
عشان انت خبطت في الخط ده كده، فلما تشوف اسقاطه هتجمعك في الحته دي كده، عشان انت خبطت في الحته النهايه دي كده، فلما تيجي تمشي كده اهو بص تلاقي ايه اسقاطه معاك الخط ده كده. طب حلو، شفت الداش ان هو ده كده، الداش ده بتاع ايه؟ بتاع النقطه دي والنقطه دي، بس للاسف النقطه دي والنقطه دي هتبقى متدرجه الاسطوانه مش شايفها. انا لما اقطع من هنا وما عدتش عليها فبالتالي هيتمسح، لان انا بعد ما وضحت الخطوط المنشاه عدى عليها امسح اي داش. تنقي من نفسك وامسحها كده اصلا، ماشي؟ مسحت. انت دلوقتي شايف ان انت دي المسطره بتاعتك اهي، انت عارف ان ده فراغ، الحته اللي في النص دي من اول هنا كده لحد هنا كده، انت عارف ان ده كلها كان فراغ لحد اخر الجسم ده كده. ما ينفعش خط سويد يتحط في فراغ بالشكل ده كده، ماشي؟ ان انا بقيت شايفهم في عيني بعد القطع والكلام ده، انا هوضحه على البرنامج كويس. ماشي، بعد كده انت عارف ان دي الاسطوانه بتاعتك صح؟ هتقشر سمكها، انت عارف كده كويس، وعارف ان ديت القاعده بتاعتك اللي هي هنا دي كده والمنشار ماشيه فيه، فهتتقشر الحته دي كده بسمك الاسطوانه ده. نفس الكلام من هنا، انت عارف ان سمك الاسطوانه هيتقشر معاك بالقاعده دي من هنا كده. طب والحته دي، الحته دي اهي اللي هي كانت الحته دي والمنشار ماشيه فيها كده، نفس الكلام كانت الحته دي والمنشار ماشيه فيها كده، ماشي؟ الحته دي كده. طيب دي مش هتتقشر لان المنشار ماشي هنا في الاسطوانه، المربع ده والمربع ده كان بتاع الحته ده هنا، هي ورا الاسطوانه كانت رفيعه، فالحته دي بارزه من هنا وبارزه من هنا، بالتالي دي مش هتتقشر، تمام؟ وكمان عندك المربع ده اهو، والمربع ده اهو برضه مش هيتقشروا لسبب معين، ما ان انت لما مشيت بالمنشار من المنطقه دي للمنطقه دي كان عندك، كنت انت شايف هنا مربع الجدار ده كده، فتلاقي معاك هنا كده، بس المنشار ما مشاش فيه لان في المنطقه دي كان في فراغ في الحته دي لحد هنا كده، لكن بدأ من هنا يتبنى جسم جوه، كان ده الفراغ حته في المنطقه دي. وده الكلام ده على البرنامج عشان تقدر تستوعبه اكتر، لان الرسم ده عايز سنس تخيل، عشان كده بقول لك انت لازم تذاكر ولازم تتعلم ازاي تتخيل. طيب هبدأ هنا كده، طبعا عندكم ده الخط ده كان زياده فكان لازم يتمسح اصلا. زي ما انت شايف ده تتقشر كده، مش ده اللي هيتقشر كده. نفس الكلام الجهة التانية من هنا كده، ده سمك الاسطوانة. سمك الاسطوانة، ماشي؟ كده احنا خلصنا الرسمة بتاعتنا، مفيش حاجة. تبدأ بقى تحط بياناتك عادي خالص. هنا انت عملت قطاع سيكشن، عملت قطاع سيكشن ديفيجن عند النقطة بي بي، ماشي؟ وهنا عملت سيكشن سايد فيو عند النقطة ايه. شوفكم ان شاء الله في رسمة تانية.